عودة مشاهدينا إلى نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس. تنطلق فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية بمصر داكس 2018 للمرة الأولى في مصر خلال الفترة من الثالث إلى الخامس من ديسمبر المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة الجديدة، والذي تنظمه وزارة الدفاع والإنتاج الحربي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويضم المعرض المكون من ثلاث صالات أكثر من 316 شركة عارضة تمثل 41 دولة، بالإضافة إلى أكبر مصنعي وموردي أحدث الأجهزة والأسلحة التي تتمتع بتقنيات متطورة وعالية الجودة. عودة إليكم مرة أخرى دكتور طارق، يعني في البداية ما أهمية إقامة معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس 2018؟ وهل نتحدث هنا عن مبادرة أو دعوة مصرية ربما لإحياء الشراكة العربية في هيئة التصنيع؟ تأكيد طبعا، يعني أنت سألتي وأجبتي، في جزء من ده مرتبط برغبة مصر في طبعا إحياء هذه الأفكار والمشروعات العربية، جزء منها مرتبط بحجم الدول المشاركة. احنا عندنا إمكانيات هائلة في القوات المسلحة بالمناسبة، جزء من الوزارة اللي بتقوم بيه وزارة الإنتاج الحربي، لكن احنا عندنا بنية صناعية خاصة في المجال الحربي مبهرة على كل المستويات، وبناء عليه بيتم توظيف النهاردة ال 41 دولة المشاركة. هي بتعرض صحيح منتجاتها وبتعرض المجموعات الخاصة بالأجهزة المتقدمة، لكن احنا عندنا قاعدة أساسية كبيرة جدا يمكن للدولة المصرية انها توظفها. وانا اظن ان المؤتمر في اول جلساته، يعني احنا بنتكلم على المعرض الاول، هيبقى ليه خطوات إيجابية قوي. جزء منه مرتبط بإمكانياتك، انت عندك إمكانيات هائلة هتقدري توظفيها، والمعرض ده هيبقى دائم بالمناسبة، هيبقى في دول كتيرة مشاركة. ال 41 دولة على فكرة من أكبر الدول في العالم اللي في المجال ده. أنت بتعرضي، لكن أنت بتعرضي خبرتك برضو في العملية الخاصة بالبنية الأساسية والاستراتيجية.